أهلا بكم أخواني وأخواتي الأعزاء. في هذه الحلقة نناقش موضوع حياة ما بعد ما يسمى بالموت في العالم المادي، حياة ما بعد الموت كيف تستعد لها؟ وقبل أن نبدأ الحلقة دعونا نصلي. نصلي باسم إلهنا المقدس. إخواني وأخواتي، أن تكون حياتكم كلها نجاح وتألق وفرح. ونصلي باسم إلهنا المقدس مكون الأكوان، أن تكون حياتكم مليئة بالفرص العظيمة في كل مجال من مجالات حياتكم. تمتلكون صحة الله، تمتلكون قوة الله، تمتلكون ذكاء الله، تمتلكون جمال الله. آمين يا رب. الموت إخواني وأخواتي ليس بهذا الشيء المخيف، وإنما الموت هو أجمل شعور وأجمل انتقالة وأجمل إحساس. نكرر ونقول، الموت ليس بهذا الشيء المخيف، وإنما هو أجمل شعور وأجمل انتقال وأجمل إحساس. ولكن جهل الإنسان بالموت هو الذي يؤدي به إلى حالة من شعوره بالاضطراب والحيرة عندما ينتقل ليعيش الحياة الجديدة ما بعد الموت. نريد أن نقول إخواني وأخواتي، إن كثير كثير من البشر يصابون بالاضطراب النفسي والعاطفي والفكري عندما ينتقلون إلى الحياة الجديدة، ونقصد حياة ما بعد هذه الحياة على الأرض. يضيعون في هذه الترددات الجديدة ولا يفهمون كيف يتصرفون، ماذا يفعلون؟ مثل المسافر الذي فجأة فقد الطريق أو ضيع الطريق أو الاتجاه، ووجد نفسه فجأة في مدينة أو دولة غريبة وسكانها يتكلمون بلغة غريبة، وشوارعها ومدنها وحضارة هذه الدولة كلها بالنسبة له غريبة جدا، فلا يعرف كيف يتصرف. وهذا أيضا يحدث بالنسبة للأشخاص الذين يرحلون من العالم الأرضي إلى المحطات القادمة، أي ما بعد محطات الأرض، فيجدون أنفسهم في دول غريبة وأمكنة غريبة ولا يعرفون كيف يتصرفون وماذا يفعلون. نريد أن نقول إخواني وأخواتي، يجب أن تكون واعي في حياتك وأنت تعيش حياتك على كوكب الأرض، تكون واعي جدا في أن حالة الموت، هذه الحالة هي حالة شعورية فيها يتغير وعيك وتنتقل بوعيك الجديد إلى، والشيء الذي سوف نذكره في غاية الأهمية، تنتقل بوعيك الجديد إلى، وننتبه الآن، إلى محطة جديدة ضوئية إيجابية. نركز نركز نركز، محطة جديدة ضوئية إيجابية جميلة تجعله هذا إيمان راسخ قوي لا يتزعزع وأنت تعيش حياتك على كوكب الأرض. نكرر، تؤمن وإيمان راسخ قوي لا يتزعزع في أن حالة الموت هو حالة شعورية فيها يتغير وعيك وتنتقل بوعيك الجديد إلى محطة جديدة ضوئية إيجابية. يجب أن تكون ضوئية إيجابية جميلة، هذا نكرر ونكرر، هذا تجعله إيمان راسخ قوي لا يتزعزع. بمعنى آخر إخواني وأخواتي، يجب أن تكون واعي أثناء الثواني الأولى، يجب أن تكون واعي أثناء الثواني الأولى من مفارقة جسدك، ففي هذه الثواني يجب أن تعيش الإيمان الراسخ، ونركز على هذه الكلمات، ففي هذه الثواني يجب أن تعيش الإيمان الراسخ أن المحطة القادمة هي محطة جميلة إيجابية ضوئية، ولا غير من هذه المحطة الضوئية الإيجابية الجميلة الهادئة والنقية.
ليس هناك محطة أخرى. الخطأ القاتل المدمر حقيقة إن الإنسان وفي الثواني الأولى من مفارقة جسده لا يعرف كيف يتصرف. نكرر هذا الخطأ القاتل والمدمر، وهو إن الإنسان وفي الثواني الأولى من مفارقة جسده لا يعرف كيف يتصرف، لا يعرف أين يذهب، ولا يعرف ماذا سوف يجد في المحطات القادمة. نمثله، يعني نعطي مثال في هذا الأمر، بشخص يستعد لامتحان في مادة الرياضيات على سبيل المثال. وهو هذا الشخص الذي يستعد لامتحان في مادة الرياضيات، هذا الشخص هو لم يفتح ولا ورقة، لم يدرس، بمعنى لم يدرس ولا ورقة من مادة الرياضيات، وهنا نراه يجلس في الامتحان ليشعر بحرج شديد من نوعية الأسئلة التي فيها رموز ومعادلات رياضية لا يفهم معانيها ولا يعرف كيف يستطيع أن يتجاوز هذا الموقف. وهذا الذي يحصل تماما أيضا مع البشر الذين يغادرون الجسد لينتقلوا بأرواحهم إلى محطة جديدة لا يعرفون أي شيء عنها. الاستعداد للحياة الجديدة ما بعد الموت هو في الحقيقة، نريد أن نقول شيء نحن نكرره في برامجنا، ليس هناك موت، هذا الموت هو وهم، هو أنت تستمر في حياة وحياة وحياة وحياة، محطة أخرى ومحطة ثانية وثالثة وعاشرة ومائة ومليار، بهذا العدد مليارات من المحطات. الموت كذبة كبرى، ولكن نحن نستخدم هذا المصطلح الأرضي الذي يسموها الموت، فنقول الاستعداد للحياة الجديدة ما بعد الموت. كيف تستعد؟ تكون إنك، ونركز مرة أخرى على هذا الأمر الذي سوف نذكره في غاية الأهمية، تكون إنك وأنت تعيش على الأرض تكون على يقين كامل، يقين كامل إنه وأنت في لحظة مفارقة جسدك فأنت مباشرة تذهب إلى الضوء، وليس هناك غير الضوء إطلاقا. يجب أن تتدرب على هذا تدربا جيدا وتعطيه اهتمامك وتركيزك، إن محطة الضوء هي فقط المقصد، المحطة القادمة، وليس هناك محطات أخرى. نكرر ونقول الخطأ القاتل والمدمر الذي يرتكبه الإنسان وهو يعيش على كوكب الأرض إنه يخلط العقائد الدينية مع وعيه الإيماني وتجاربه وأفكاره وشخصيته، فيصبح هذا الإنسان ذو وعي ملوث. ماذا نقصد؟ دعونا نوضح. الوعي الملوث بمعنى هذا الإنسان وهو يعيش في العالم الأرضي يعيش بترددات مزدوجة متناقضة، يعيش بترددات مزدوجة متناقضة التي تخص حياته ما بعد حياته على كوكب الأرض. أي وهو يعيش في العالم الأرضي، وهو يعيش في العالم الأرضي يكون وعيه مشطور إلى شطرين، وعي الجنة ووعي النار. ونقصد يعني من هذه الكلمة بالوعي أي الاعتقاد بوجود الجنة والنار عندما يغادر العالم الأرضي. هل تعرفتم على ماذا نقصد؟ بمعنى هو يعيش في العالم الأرضي، وهو يعيش في العالم الأرضي فوعيه يكون وعي مزدوج متناقض مشطور شطرين، وعي الجنة ووعي النار، وهو ما يزال يعيش في العالم الأرضي يعتقد بوجود الجنة والنار عندما يغادر العالم الأرضي. يعني عندما يغادر العالم الأرضي يأخذ معه هذا الإدراك أو هذا الوعي المزدوج المتناقض الذي يخص مسألة الجنة والنار. وهذا هو الخطأ المدمر. لماذا؟ لأنه في لحظة انتقال روحه إلى المحطة الجديدة، أيضا هنا يجب أن ننتبه، نقول أنه في لحظة انتقال روحه إلى المحطة الجديدة هو أيضا هذا الإنسان يأخذ معه الإدراك المزدوج أو الوعي المزدوج، أي وعي الجنة ووعي النار. وإذا كان هذا الشخص يخاف جدا من النار، لأنه أي هذا الشخص
ربما ارتكب أخطاء في حياته عندما كان يعيش على كوكب الأرض، فهنا وهو أثناء مغادرته العالم الأرضي يشعر بالخوف من احتمالية معاقبة الله له، وممكن هو يفكر يعني وهو يرحل من العالم الأرضي، فممكن هو يفكر أن الله سوف يدخله النار. فهنا فهذا الإنسان وبسبب أنه يخاف من النار، فهذا الإنسان سوف لا تكون لديه القدرة الكافية أن ينتقل إلى المحطات الإيجابية أو ينتقل إلى الضوء. ولهذا فاحتمال أن هذا الإنسان وبهذا الوعي الضعيف المزدوج، نقصد وعي الجنة والنار والخوف من النار، سوف يتحول إدراكه أو وعيه ويصبح بما يسمى بالروح المعلقة. الروح المعلقة مرتبطة بالواقع الأرضي، أي يعيش بترددات العالم المادي على الرغم من أنه غادر الأرض. وراجعوا أخي وأختي الحلقات 78 و79 في مسألة الأرواح المعلقة، ففيها تفاصيل حول طبيعة حياة هذه الأرواح. أيضا تقول الدكتورة أديث فيوري في هذه المقابلة أمامكم ما يخص الوعي الملوث، تقول شيء جدا مهم، وهو أن الأرواح المعلقة لماذا تعيش كأرواح معلقة؟ هذه الأرواح المعلقة لماذا تعيش أو كيف أصبحت أرواح معلقة؟ تقول لأن قسم منها عندما كان يعيش كإنسان في العالم المادي كان يتملكه الخوف من النار، فعندما يرحل من الأرض فهو يفضل أن يعيش بوعي الروح المعلقة. لماذا؟ لأنه يعتقد الجواب، لأنه يعتقد بوجود النار، فهو يخاف من احتمالية أنه سوف يعيش في هذه النار، فيفضل أن يبقى ملتصقا بالواقع الأرضي، بمعنى يعيش بترددات أرضية كروح معلقة وعلى الرغم من أنه غادر الأرض. لورنا بايرن أمامك، هذه السيدة والتي منذ صغرها ترى الملائكة بالعين المجردة أي العين الجسمية وتتحاور معهم باستمرار، وتصف حقيقة تصف أمور رائعة حول عالم الملائكة. في إحدى المقابلات يسألوها عن النار، يسألوها يقولون هل النار موجودة؟ سألوها هذا السؤال في إحدى المقابلات، فأجابت بنعم موجودة، ولكن قالت ولكن علينا أن لا نركز عليها. لاحظ ماذا قالت؟ ولكن علينا أن لا نركز عليها وإنما نركز على الضوء، تقصد المحطات الإيجابية. ولهذا أخي وأختي نقول لكم يجب أن تمتلك الوعي الأحادي في تصرفاتك وشخصيتك وأفكارك وأنت تعيش في العالم الأرضي. نكرر ونقول يجب أن تمتلك الوعي الأحادي في تصرفاتك وشخصيتك وأفكارك وأنت تعيش في العالم المادي أو الأرضي. بمعنى وأنت تعيش في العالم المادي أي العالم الأرضي، فرؤيتك واعتقاداتك وإيمانك حول مسألة الحياة ما بعد الأرض هو يكون كالتالي: إن انتقالك إلى المحطة القادمة بعد حياتك على كوكب الأرض تكون فقط محطة إيجابية، وليس هناك أي شيء غير ذلك الضوء أو غير تلك المحطة الإيجابية، إلا الضوء فقط، أنت فقط سوف تنتقل إليه. إيمان راسخ قوي ثابت لا يتغير أن هناك محطات قادمة، وهذه المحطات القادمة يجب أن تكون إيجابية وأنت تعيش هناك، وليس هناك أي محطات أخرى غير إيجابية أنت تعيش فيها، فقط المحطات الإيجابية. نعطي مثال في العالم الأرضي، مثلا أنت تسافر من مصر إلى أستراليا،
فأنت تعرف أن وجهتك تكون إلى استراليا، استراليا فقط وليس دولة أخرى غير استراليا، ليس أوروبا، ليس الشرق الأوسط، وليس آسيا، وإنما استراليا فقط. فنريد أن نقول، وهذا أيضا ينطبق تماما على مسألة حياتنا ما بعد حياتنا على كوكب الأرض، تكون أنت تكون على يقين أنك تصعد أو تنتقل إلى الصفاء والنقاء والجمال في المحطات الإيجابية فقط، وليس هناك غير هذا الشيء إطلاقا. لا تجعل وعيك وأنت تعيش على الأرض يتلوث باعتقادات ما بعد حياتك في الأرض، بحيث تعتقد أن هناك نار تنتظرك. هذا خطأ، هذا مدمر. نكرر ونقول، لا تجعل وعيك وأنت تعيش على الأرض يتلوث باعتقادات ما بعد حياتك في الأرض، بحيث تعتقد أن هناك نار تنتظرك. هذا خطأ عظيم. نريد أن نقول، تركز فقط على المحطات الإيجابية الجميلة النقية. أنا غنيت أغنية، كتبت كلماتها ولحنتها، وقسم منها، يعني قسم من هذه الكلمات تقول: حبيبي حبيبي، طريقنا طريق الخلود وأفكارنا أفكار الخلود. اسمعها وكرر كلماتها مع نفسك وأؤمن بهذه الكلمات. تقول، يعني أنت تقول، تقول باستمرار: طريقنا طريق الخلود وأفكارنا أفكار الخلود. تكرر مرة أخرى وتقول: طريقنا طريق الخلود وأفكارنا أفكار الخلود. تعيش أخي وأختي، تعيش وأنت الضوء، تعيش وأنت الفرح، تعيش وأنت الحب، تعيش وأنت الخلود، تعيش وبكل ما لديك من طاقة، إنك الضوء. تعيش الضوء وتنتقل إلى الضوء، تستعد إلى حياتك ما بعد هذه الحياة وأنت في قمة التفاؤل الغير محدود. نركز على هذه الكلمات، وأنت في قمة التفاؤل الغير محدود، وقمة الفرح الغير المحدود، وقمة الثقة الغير المحدودة، إن هناك محطات جميلة تنتظرك تعيشها بفرح وسعادة. نشكركم أخواني وأخواتي على مشاهدتكم هذه الحلقة. نصلي من أجلكم أن الرب يبارككم، ونراكم في الحلقات القادمة.